قافلة المواطنة ضد العنف تنطلق قريبا وتجوب 6 مناطق من مختلف جهات الجمهورية. في الذكرى 25 لتأسيس الاتحاد المغاربي، محافظ البنك المركزي ينتقد طريقة عمل هذا الاتحاد. بطل العالم في السباحة المفتوحة نجيب بالهادي يستعد للسباحة ببحيرة بأعلى قمة بالعالم. نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي، مرحبا. قريبا تنطلق قافلة المواطنة التي ستجوب 6 مناطق تونسية للتحسيس ب6 أنواع من العنف، من بينها العنف الأسري والعنف في الملاعب. القافلة ستستثني ظاهرة العنف السياسي حتى تفسح المجال لمكافحة أنواع أخرى من العنف، قال أخصائيون أن الشعب التونسي طبع معها. بخضر الحاجي والمزيد من التفاصيل. قافلة المواطنة لمناهضة العنف الاجتماعي تسير نحو شوارع ولايات الجمهورية متخلية عن العنف السياسي، متمركزة حول العنف العائلي والعنف في الملاعب الذي بات يضرب مناعة طبائع الشعب التونسي الهادى. وين باش نعمل هذه القافلة المواطنة اللي باش يقع التركيز فيها على 6 مناطق؟ اخترنا 6 جهات بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني شركانا في الجهات المناطق، معناها 6 هذوما، ويقع دراسة 6 أنماط متاع العنف اللي نحن نعتبروه عنف الاجتماعي. وفي ضجة الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد، يتحدث اخصائيون عن أرقام مفزعة في المحاكم التونسية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع قضايا العنف السياسي. عنف تولد هو العنف السياسي، واللي معناها مظاهره عديدة جدا، واللي كثرت قضاياه في المحاكم بشكل معناها ملفت للنظر، ومعناها ينقسم إلى عنف المادي والعنف اللفظي والعنف المعنوي، واتخذ عديد الأشكال وبعديد الوسائل. هل طبع الشعب التونسي مع العنف؟ وهل أن الضغط السياسي والاجتماعي سحابة عابرة؟ أسئلة يراها البعض في حاجة إلى مقاربة إصلاحية جديدة. الخطورة ولات أنه فشلنا في القضاء على هذه الظاهرة قد يؤدي إلى التطبيع معها، أنها تولي عادي. المقاربة هي اللي كان فيها الفشل، المقاربة هي التي كانت أدت إلى تلك النتائج. إذن كان لابد من تغيير أو إعادة دراسة المقاربة في مجابهة العنف. رغم الهدوء النسبي في الساحة التونسية، فإن الخبراء يتوقعون موجة عنف قادمة في صورة غض الطرف عن معالجة أسباب تناميه. دائما مع الحد من ظاهرة العنف، في ولاية جندوبة نظم اليوم مركز دراسة الإسلام والمواطنة دورة تدريبية حول التنمية الشاملة والعدالة ودورها في الحد من العنف. الدورة قدمت توصيات سيعمل المركز على تطبيقها في الواقع. نظمنا الدورة هذه تحت عنوان التنمية الشاملة والعادلة ودورها في الحد من العنف. الدورة مش تكون في شكل ورشات، الموضوع متاحة في تقديم بعض المفاهيم العلمية والتقنية لتقنين مسألة العنف وإيجاد وسائل عمل الحوار بهدف تجاوز هذا الإشكال، خاصة أنه ظهر بعد الثورة معناتها العنف ولا معناتها منتشر في جميع الميادين السياسية الاجتماعية الاقتصادية. دونك حبينا نعملوا نوعيوا المجتمع المدني ونحاولوا نعملوا بناء مجتمع جديد يتشكل بأدوات بسيطة وأدوات جديدة للحد من هذا العنف داخل وخارج العمل الجمعياتي وداخل وخارج الإدارات وداخل وخارج حتى أخلاقنا. معناتها العنف خطر ما هوش مقتصر على الإدارات ولا على حتى في أخلاقنا ولا فما عنف. ونحاولوا نخرجوا في آخر الدورة بتوصيات وبتوصيات وديزاتونت انتظارات نحاول نفعلها كجمعيات وكمنخرطين في منظمات ومعناتها مجتمع مدني. ولا أكد حما الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية على وجود رغبة جماعية للعمل المشترك صلب جبهة الإنقاذ التي تتسع لكل القوى المدنية على حد تعبيره. الهمامي اعتبر انسحاب الحزب الجمهوري من الاتحاد من أجل تونس لا يعني الانسحاب من جبهة الإنقاذ، كما أشار إلى أن كيفية خوض الانتخابات ما زالت محل درس إلى حين الاطلاع على القانون الانتخابي.
منها الجاية نعتبره وأن ما زال عندنا ما نخدمه مع بعضنا، سواء كان تحت اسم الجبهة الإنقاذ أو تحت اسم آخر. عندنا قانون انتخابي، عندنا الموقف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية اللي في إطار جبهة الإنقاذ نحن مع فصلانهم. مسألة هذه مش نمشوا مع بعضنا الانتخابات ولا مش نمشوا قبل كل شيء بالنسبة للجبهة الشعبية، بل ما نقولوا مش نمشوا مع بعضنا ولا مناش ماشيين، زمناش نتفقوا ماشيين مع بعضنا ليش، من أجل أي هدف. احنا نعتبر أن جبهة الإنقاذ تتسع لكل القوى السياسية والمدنية، لكل الشخصيات المستقلة نساء ورجال اللي يتفقوا على أرضية خروج الجمهوري من الاتحاد من أجل معناها تونس ما يعنيش وأنه خروج من جبهة الإنقاذ، لأن جبهة الإنقاذ فيها بعض أحزاب وفيها جمعيات ومنظمات لا تنتمي لا للجبهة الشعبية ولا تنتمي للاتحاد من أجل تونس. سي مهدي جمعة إذا كان ما يحبش الناس تتحير ويبدأوا يقولوا خيوينه وين حكومته، مفروض أنه يعطي إشارات قوية للتوانسة. رحل رب تحمي الثور ما فيهاش نقاش. ثم ثم المسألة نتاع الأخرى اللي هي التعيينات الحزبية، وكل يوم نسمعه بصراحة نجم أقول لك حتى كوارث على الشيء اللي قاعد صاير منها على مستوى الجهات وعلى مستوى عدد منها من الولايات، كيفاش التسميات الحزبية وانعكاساتها السلبية على العمل الجمعياتي على المال العام. هذا هي الكل مفروض وأنه يزر به، لأنه ما نجموش مش نعملوا انتخابات في مناخ اللي ما تكونش متوفرة فيه ظروف انتع شفافية وظروف منها انتع منها نزاهة. أكد حما الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية على وجود رغبة جماعية للعمل المشترك صلب جبهة الإنقاذ التي تتسع لكل القوى المدنية على حد تعبيره. الهمامي اعتبر انسحاب الحزب الجمهوري من الاتحاد من أجل تونس لا يعني الانسحاب من جبهة الإنقاذ، كما أشار إلى أن كيفية خوض الانتخابات ما زالت محل درس إلى حين الاطلاع على القانون الانتخابي. منها الجاية نعتبره وأن ما زال عندنا ما نخدمه مع بعضنا، سواء كان تحت اسم الجبهة الإنقاذ أو تحت اسم آخر. عندنا قانون انتخابي، عندنا الموقف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية اللي في إطار جبهة الإنقاذ نحن مع فصلانهم. مسألة هذه مش نمشوا مع بعضنا الانتخابات ولا مش نمشوا قبل كل شيء بالنسبة للجبهة الشعبية، بل ما نقولوا مش نمشوا مع بعضنا ولا مناش ماشيين، زمناش نتفقوا ماشيين مع بعضنا ليش، من أجل أي هدف. احنا نعتبر أن جبهة الإنقاذ تتسع لكل القوى السياسية والمدنية، لكل الشخصيات المستقلة نساء ورجال اللي يتفقوا على أرضية خروج الجمهوري من الاتحاد من أجل معناها تونس ما يعنيش وأنه خروج من جبهة الإنقاذ، لأن جبهة الإنقاذ فيها بعض أحزاب وفيها جمعيات ومنظمات لا تنتمي لا للجبهة الشعبية ولا تنتمي للاتحاد من أجل تونس. سي مهدي جمعة إذا كان ما يحبش الناس تتحير ويبدأوا يقولوا خيوينه وين حكومته، مفروض أنه يعطي إشارات قوية للتوانسة. رحل رب تحمي الثور ما فيهاش نقاش. ثم ثم المسألة نتاع الأخرى اللي هي التعيينات الحزبية، وكل يوم نسمعه بصراحة نجم أقول لك حتى كوارث على الشيء اللي قاعد صاير منها على مستوى الجهات وعلى مستوى عدد منها من الولايات، كيفاش التسميات الحزبية وانعكاساتها السلبية على العمل الجمعياتي على المال العام. هذا هي الكل مفروض وأنه يزر به، لأنه ما نجموش مش نعملوا انتخابات في مناخ اللي ما تكونش متوفرة فيه ظروف انتع شفافية وظروف منها انتع منها نزاهة. أحيت مؤسسة المجد الذكرى 25 لتأسيس الاتحاد المغاربي، ذكرى حضرها مصطفى الفيليلي أول أمين عام للاتحاد والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي الذي نادى بضرورة أن يأخذ العمل المغاربي بعده الحقيقي. نبيها طرابلسي ومزيد من التفاصيل. الاتحاد المغاربي يعيش جمودا على مستوى البرامج والإنجازات منذ تأسيسه لأسباب اعتبرها المشاركون في هذا اللقاء سياسية، مؤكدين على ضرورة إيجاد طرق عملية لتجاوز مختلف العقبات. علمنا كثير من جمود اللي يعني منه الاتحاد المغرب العربي لأسباب عديدة، يعني أسباب منهم سياسية. القضية الأساسية هي قضية الصحراء الغربية، ونتمنى أن يقع حلها من طرف دول المغرب العربي الكبير. نجموش نشوفوا طريقة أخرى، الإنسان عنده عقبة في ثنية من ثنيات، وكيفاش يدور باش ينجم يخرج مع المازق. في قلنا نحرك المؤسسة لانتربريز، مؤسسة المغاربية تولي هي تحرك، ريثما الوزراء والرؤساء الحكومات يجتمعوا إن شاء الله في
رؤساء الدول. محافظ البنك المركزي شادلي العياري أكد أهمية تضافر جهود البلدان المغاربية في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأهمية هذا القطاع حسب رأيه. ميدان تكنولوجيا الإعلام والمواصلات خاطر هذه كذلك جديدة، ما يشكي ما الصناعة ولا الزراعة فيها خلفيات تاريخية كبيرة، دونك هذه اليوم ومكلفة وكل ماشيين فيها. الكل الجزائر عندها برنامج، احنا عندنا برنامج كبير منذ زمان وغالية برشا، دونك هذه ميدان كبير جدا وميدان يتغير، الاستثمار يتغير وبسوليت يعني يولي مع الشصلح بعد عام عامين، دونك لكل كل واحد مدخل كل انسان يدخل في تمويل مخطط ليه اللي جاهز نفسه في هذا الميدان باش يترك، يعني علاش ما نعملوش حاجه تعاون في هذا ديبور تكنولوجيك موجودين المغرب ميدان معين. انا تكلمت على جامعه افتراضيه. ترك الإشكاليات السياسية جانباً والعمل على إرساء برامج مغاربية مشتركة وتجسيد مختلف الأفكار المطروحة رسالة وجهها الحضور. أترك الجانب السياسي إلى الأمم المتحدة أو إلى الدول تتفق فيما بينها دول المغرب العربي وحل هذه المشكلة، هذه المعضلة التي تدوم الآن منذ ما يزيد عن 25 سنة. يكون هناك إنجازاتنا واحدة، أن يكون هناك سوق مغاربية، أن يكون هناك عمل يعني عمل مغاربي كبير في جميع الأصعدة، في الثقافة، في الإعلام، في الاتصال، في الشؤون الاجتماعية، في الاقتصاد. تم مجموعة من الأفكار العملية التي تم تقديمها اليوم إن شاء الله ترى النور في أقرب وقت، وخاصة الجامعة المزمع إنشاء جامعة نوميديا أو الجامعة المغربية في واد زرقاء على بعد 60 كيلومتر من العاصمة، وإن شاء الله تكون فعلا جامعة تكنولوجية تمكن المغاربة من أن يستعيدوا دورهم التاريخي في العلوم وفي التكنولوجيا. النهوض باقتصاد البلدان المغاربية يتطلب تضافر جهود هذه الدول والعمل على إنجاز مشاريع مشتركة قد تمكن من تجاوز الصعوبات التي تعيشها بلدان المغرب العربي. التجارة الموازية تعتبر مورد رزق للعديد من الشباب، ولكنها في المقابل تدمر الاقتصاد التونسي. الظاهرة كانت اليوم محل نقاش بولاية القصرين في مائدة مستديرة نظمتها الجمعية التونسية للدفاع عن طالبي الشغل مع عدد من جمعيات المجتمع المدني بالجهة وعدد من المهربين، محاولة لإيجاد حلول وإمكانيات لتقنينها. ثريا الجاسمي. التجارة الموازية أو ما يعرف بالتهريب ظاهرة ارتفع عدد ممتهنيها من الشباب العاطل عن العمل رغم خطورتها، إلا أن العديد من الشباب أجبرتهم ظروفهم الاجتماعية على الخوض في هذا المجال القاتل. نمتهن في التجارة الموازية بالتحديد تجارة البرودوي كوسميتيك مع ربي مواد تجميل. الصعوبات بالنسبة للصعوبات هو تدخل وحدات الأمنية في بعض الأحيان، ما نعرفش علاش، اللي رغم كون ان السلعه هذه مش معناها محجره ويمكن بيعها في الاسواق، صحيح اني معناها تضر بالاقتصاد التونسي لكننا مجبور باش نوفر لقمه العيش. انعكاسات هذه الظاهرة رأها البعض إيجابية باعتبارها تعد مورد رزق الآلاف من العائلات، في حين أكد البعض الآخر أنها دمار للاقتصاد التونسي. في ظل معناها غياب مواطن الشغل في المناطق هذه، المناطق الحدودية خاصة اللي يصير فيها عملية التهريب، ما فماش يعني موارد شغل واضحة، حتى الموارد الفلاحية تقريبا ما فماش تدخل واضح من قبل الدولة باش يعني يتم تنمية هذه القطاعات. هذيك الشيء اللي يخلي معناها برشا عائلات يلجؤوا للتهريب اللي هو ممنوع قانونيا، وربما فيه حتى ريسك معناها على المواطن من حوادث، معناها حوادث مرور، من ثم حرائق تصير معناها خاصة التهريب تاع المحروقات، ثم يعني كله بنسبة 90% منه اختر معناها خدمة ربما يمكن نجم نصنفوها من يعني الأعمال الخطيرة في تونس. هذا من ناحية، من ناحية أخرى هو مضرة صافية للاقتصاد متاع البلاد. تقنين التجارة الموازية ربما يكون اقتراح لحل هذه الظاهرة وتحقيق الفوائد دون تسجيل خسائر لأي طرف. نطلب أنه يقنوا التجارة هذه معناها تصبح قانونية وباش الناس ما تتضرش، ربما حتى البعض يوصل معناها يقتل من طرف أشخاص معينة جراء معناها إغلاق المعابر الأمنية. إذا كان معناها توفر بصفة قانونية تولي خير وأفضل. صحيح يلزم ثم مراقبة
لك المواد الغير مرغوب فيها المحجرة هذه كما زطلة دروغ كحول ما نعرف شنين مفيد أسلحة. وبالإضافة إلى ذلك أثارت ظاهرة التهريب اهتمام العديد من الجمعيات التي أرادت أن تبحث عن حلول لهذه الظاهرة، من بينها الجمعية التونسية للدفاع عن طالبي الشغل. يقولنا علاش لا ما نخدموش على الموضوع هذا، موضوع حساس، موضوع يعني يلزمنا نعكس عليه الضوء، يعني ولا من مواضيع الساعة. بدنا اون جروب نخدمه وتبين يعني انه نخدمه اكثر، يعني باش نتوجهوا بشكل استبيانات للتجار نوسيون كونترا. عنا نحن توجهنا لهم استبيانات كانت يعني تحتوي بعديد الأسئلة، ومن بعد ثم استبيان أو إفادة خاصة بالإدارة الجهوية للديوانة. من خلال الملخص اللي صار ما بين الاستبيان والإفادة رجعنا بالتنسيق مع انترناشونال أليرت وخيرنا أن نعمل المائدة المستديرة. تبقى ظاهرة التجارة الموازية محل نقاش في تونس، خاصة وأنها ارتبطت بظاهرة الإرهاب. وجب على كل أطياف المجتمع معالجتها والخوض فيها بإيجاد حلول مجدية وجدية كإنشاء منطقة تجارية مشتركة بين تونس والجزائر. إلى ولاية جبس وتحديدا أمام مقر النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالجهة، أين نفذ الأمنيون تحركا احتجاجيا للمطالبة برفع سقف المساعدات المالية من تعاونية الأمن الداخلي، إضافة إلى جملة من الحقوق المادية والاجتماعية على غرار حقهم في المساكن الإدارية. في ولاية سوسة كان مشروع النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية موضوع ندوة وطنية نظمها قسم الوظيفة العمومية والنقابة العامة لموظفي وأعوان وزارة الداخلية بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل بالولاية. ليلى بالطيفة تمدنا بمزيد التفاصيل. تحت عنوان الأنظمة الأساسية القطاعية الخاصة الواقع والآفاق وبالتنسيق مع النقابة العامة لموظفي وأعوان وزارة الداخلية والاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، عقد قسم الوظيفة العمومية ندوة وطنية صباح اليوم السبت 15 فبراير 2014 بأحد نزل ولاية سوسة، حيث ارتكز النقاش حول مشروع النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية. وهذه تندرج في إطار الاستعداد للتفاوض حول ملف هام جدا يشغل أعوان الداخلية الموظفين بطبيعة الحال غير منتمين للسلك النشيط والمتعلق بمطالبتهم بنظام أساسي خاص. كما نعرفوا قبل كنا خاضعين للقانون العام للوظيفة العمومية، وبما أن وزارة الداخلية هي وزارة ذات خصوصية وهالمرفق العام هذا نحب نأسسه الإدارة تكون محايدة، إدارة تكون في خدمة الشعب، وما ينجم الشيء هذا يصير إلا من خلال إحداث قانون أساسي خاص بموظفيها للنائبيهم عن كل التجاذبات الحزبية والإيديولوجية وتوظيفهم في معناها كون رجعوهم كيف ما كنا قبل. لأن الناس هذوما راهم تعبوا وطول السنين هذه الكل في الوظيفة العمومية قعدوا هما راهم فما نقص كبير في حقوقهم وكانوا مظلومين على حساب المجتمع ككل، فلذا لابد أن نطور القانون الأساسي ونلحق بهم من جملة موظفين الدولة في القطاع الشبه العام وقطاع الوظيفة العمومية فيه نقص كبير، وشبه العام يوصل حتى ل 16 شهرية و 17 شهرية وهما على حالهم. لذا اليوم جاء الوقت أنه الناس هذه تستحق كل العناية وكل الدعم وتعديل الشهايد. تثوير القانون العام للوظيفة العمومية مع توفير آفاق مهنية رحبة لموظفي وأعوان وزارة الداخلية، فضلا عن السعي إلى القطع مع مختلف آليات العمل الهشة صلب المؤسسات العمومية، هي أهم توصيات هذه الندوة. نتفاوض من أجل تثوير القانون العام للوظيفة العمومية حتى نضمن أفاق الرحبة لكل أعوان العموميين بما من شأنه أن يعيد الاعتبار للمرفق العمومي ويعيد الاعتبار لغيرة الأعوان العموميين على المؤسسات العمومية. يبقى إعادة الاعتبار لقانون الوظيفة العمومية اليوم رهينة جملة من التوافقات التي هي في حاجة إلى بلورتها على مستوى الواقع بمعية كل الأطراف النقابية والحكومية.
23 اعتداء بالعنف طال 92 صحفيا خلال شهر جانفي الماضي حسب مركز حرية الصحافة. الاعتداءات كانت من أطراف مختلفة تصدرتها الإدارة من خلال منعها للصحفيين من تغطية الأحداث. تطبيق محظر اتفاقية 7 فيفري المبرمة بين الجامعة العامة للتخطيط والمالية وسلطة الإشراف مطلب رفعه أعوان الإدارات المركزية بوزارة المالية خلال تحرك احتجاجي أمام مقر اتحاد الشغل بالعاصمة. وتقضي الاتفاقية بإسناد منحة جديدة لأعوان إدارات الأداءات والمحاسبة العمومية. حول إشاعات اللي تسرب فيها الأطراف ما نعرفوش اللي تحاول الرجوع على هذا الاتفاق حول تكسير بيرو مكتب الوزير والاعتداء على السيد مدير العام للمحاسبة العمومية، هذا مش صحيح، مش صحيح، لم يقم مع أي أحد من عوائلنا بهذا العمل، وهي ما نعرفوش شكون من الوزارة يخرج في المعلومات هذه اللي هي مش صحيحة، وفما محاولات مغالطة، المحاولات الكل تصب نحو تعطيل هذا الاتفاق. بدأت الاستعدادات للانتخابات القادمة في صفوف نشطاء المجتمع المدني. بولاية المهدية نظم ائتلاف المجتمع المدني ندوة تحت شعار لنستعد للانتخابات، تهدف لتوعية المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية. قمنا بلقاء أول للتعريف بائتلاف مدني ضم 8 جمعيات، ونحن ننتظر جمعيات أخرى تلتحق بنا. وهذا الائتلاف كان إثر توصيات اللي صارت في جربة 25-28 ديسمبر نحو تأليف معناها جمعيات للتكاتف نحو الاستعداد للانتخابات المقبلة، والمحاضرة كانت للمجتمع المدني والاستحقاقات الانتخابية القادمة. الحضور كان مكثف وتقريب معناها شيء بشع بخير، باعتبار أن المجتمع المدني معناها عنده صيت وعنده جاذبية أكثر من المجتمع السياسي تقريب، وإحنا نبحث نحو توعية المواطنين نحو قيام دورهم الأساسي هو الانتخاب مع المراقبة انتخابات القادمة. قامت قوات الحرس الوطني بمدينة سويسي التابعة لولاية المهدية بحملة لإزالة حواجز تخفيف السرعة العشوائية التي بناها الأهالي دون مقاييس علمية، مما تسبب في العديد من الحوادث بالجهة. الحملة التي انطلقت مساء أمس وانتهت ليلا عرفت مشاركة قوات الحرس والمواطنين في عملية إزالة الدودان. انتم لهنا كمواطنين اهالي المنطقه هذه نشوفوا فيكم تنحيوا في الدودان هذوما، علاش؟ على خاطر تو مرتين معناتها في ظرف 10 ايام صار زوز اكسيدونات هنا. اليوم معناتها حبينا باش نعملوا الوحدات هذا الناي شويه، ما احنا ما عرفناش قانون كل شيء ما نعرفوش. ما دام الحاكم طلب منا باش نحو الحاجه هذه، احنا نطالبوا سلطه المعناتها باش تعمل لنا الحاجه هذه. على ارتفاع أكثر من 6000 متر بجبال الهيمالايا سيسبح بطل العالم في السباحة المفتوحة نجيب بالهادي. هذه التجربة الجديدة سيخوضها بالهادي في شهر أوت المقبل، وتحديدا في بحيرة مونت إيفرست في أعلى قمة في العالم. يذكر أن نجيب بالهادي حقق العديد من الأرقام القياسية العالمية آخرها عبور الدائرة القطبية الشمالية في أوت 13 و2000. السباح التونسي وبطل العالم في السباحة في المياه المفتوحة نجيب بالهادي يعود بقوة إلى عالم المغامرة والتحديات. فبعد الإنجازات العالمية والأرقام القياسية التي حققها منذ سنة 1993 بداية بعبوره بحر الموش بدون توقف ووصولا إلى رفع العالم التونسي في الدائرة القطبية الشمالية في أوت 2013، ها هو يستعد ليخوض غمار تحدي جديد من خلال اعتزامه السباحة في مونت إيفرست في أعلى بحيرة في العالم على ارتفاع أكثر من 6000 متر. لو تعلقت همة الإنسان بما وراء العرش لنا له، أنا إن شاء الله باسم قضية السلام الشامل سألامس السماء في ارتفاع 6100 متر اللي مع حتى واحد أوصل للشيء هذا. وقولوا لي يا توانسة، فماشي واحد في عمري قام بالإنجازات اللي قمت بها وفي العالم في 62 سنة؟ إذا نستحق كل تأييد، وهذا واجبكم، أصبح واجب وطني، وأنا نطلب منكم المساندة وعدم يعني اقتزام الأشخاص، لأني الشيء اللي قاعد نقوم به شيء عظيم وحضاري
وتجاوز كل الأبعاد. ولمزيد تسليط الضوء على هذا الإنجاز الرياضي العالمي الغير مسبوق، عقد نجيب بلهادي ندوة صحفية اليوم السبت 15 فيفري بمقر غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس، خصصها لتوضيح تفاصيل المغامرة التي يعتزم خوضها في أعلى نقطة في العالم غير عابئ بغدر الطبيعة ومخاطرها. نعمل تحدي متاع ثلاث حوايج يجب تعرفوها، هو أني باش نطلع قمة 6100 متر مجهود متاع تسلق، يعني القمة متاع المونتيفرست على مرمى حجر قدامي، بخلاف هذا مش نعوم في ارتفاع شاهق جدا، الأكسجين اللي نتنفسوه إذا كان عندنا 23% أكسجين أنا غالب باش نلقى إلا 3% أكسجين، ومش نعوم 1000 متر في معناها شبه منعدم من الأكسجين. والإنجاز الثالث هو أني مش نعوم في ماء بارد. هذا سباح بريطاني. طموحات هذا السباح البطل لا تتوقف، ورغم تقدمه في السن لا يزال نجيب بلهادي يواصل تحدياته بنفس الإصرار والعزيمة، مؤكدا أنه سيلامس السماء وسيرفع علم تونس في أعلى قمة في العالم. نهاية النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قافلة المواطنة ضد العنف تنطلق قريبا وتجوب 6 مناطق من مختلف جهات الجمهورية. في الذكرى 25 لتأسيس الاتحاد المغاربي، محافظ البنك المركزي ينتقد طريقة عمل هذا الاتحاد. بطل العالم في السباحة المفتوحة نجيب بلهادي يستعد للسباحة ببحيرة بأعلى قمة بالعالم. شكرا وإلى اللقاء.